بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 36، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، وسميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى باعتبار وقت ذبحها بعد صلاة العيد، ضحى يوم العيد يوم النحر، تسمى أضحية وضحية. وفيه 8 أبواب. الباب الأول وقتها، أي وقت ذبحها. والأضحية اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أم سنة مؤكدة، فذهب الشافعية ومن وافقهم، وقول عند المالكية وهو الرابح عندهم، وكذا الحنابلة في الرابح عندهم، أنها سنة مؤكدة على القادر عليها. وذهب الأحناف إلى أنها واجبة على كل من ملك نصابا، واجبة على كل من ملك نصاب زكاية، بحيث أنه يأثم إن لم يذبحها، طالما يملك نصاب يجب عليه أن يضحي. هذا مذهب الأحناف المشهور عندهم. والقول الآخر للمالكية، وهو قول أيضا محمد بن الحسن من الحنفية، أنها واجبة على كل موسر، يعني غني سواء يملك نصاب أو غيره، واجبة على كل موسر. يبقى الأحناف قالوا اشترطوا النصاب عشان تبقى واجبة. نصاب يعني إيه؟ يعني ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21، واضح؟ هذه النصاب اللي هو أقل نصاب يخرج به زكاة. تشوف سعر جرام الذهب كام، جرام عيار 21، وتضربه في 85، تشوف المبلغ الرقم اللي يطلع ده، هو ده الرقم اللي طلع ده، يبقى النصاب. إذا ملكت هذا المال وحال عليه الحول وجبت عليك الأضحية على مذهب الأحناف، واضح؟ لأنك تملك نصاب. طب افرض إنسان موسر لكن لا يملك نصاب، يعني عنده مصاريف يومه وشهره ما بيستلفش، وعنده بعض الفائض لكن لم يبلغ نصاب، تجب عليه الأضحية على مذهب الإمام المالك في قول عنده، وكذا محمد بن الحسن من الحنفية وكثير من الفقهاء والصحابة، قالوا تجب على كل موسر بغض النظر عن انه ملك نصابا او لا يملك نصابا. والشافعية قالوا، وهو الراجح عندهم وليس لهم قول اخر في مذهبهم، انها سنة مؤكدة للغني للقادر عليها، سنة مؤكدة بحيث انه لا يأثم لو لم يفعلها، ولكن يفوته الاجر، يفوته الاجر. وهي مقدمة في مذهبهم، اي مذهب الشافعية، على العقيقة، مقدمة على العقيقة، يعني في واحد عنده عقيقة عايز يعمل عقيقة علشان ايه، انجب ابنا او بنتا وجاء عيد الاضحى، ايهما يقدم، العقيقة ولا الاضحية؟ ذهب الشافعية الى انه يقدم الاضحية على العقيقة، ولا يجوز جمع النيتين في ذبيحة واحدة، ولا يجوز جمع النيتين في ذبيحة واحدة. لماذا قدموا الأضحية على العقيقة؟ الشافعية قالوا للاختلاف في وجوبها، أما العقيقة فلا اختلاف في سنيتها،
واضح. شفت الترجيح الشافعي ليه رجح الاضحيه على العقيقه؟ للاختلاف في وجوب الاضحيه، ولم يختلف في العقيقه، فالعقيقه سنه بالاجماع. اما الاضحيه ففي قول انها واجبه وقول انها سنه، يبقى تقدم على ما لم يختلف في سنيتها. واضح؟ ولا تكون الأضحية إلا من جنس الإبل أو البقر أو الغنم، ثلاث أجناس دي بس الراجح في المذاهب المعتبرة، وفي قول عند بعض الفقهاء غير المشهورين أنها تجوز بالظبي والغزالة وبقر الوحش وغير ذلك، لكن عند معظم الفقهاء لابد ان تكون من الدواب المستأنسة، فلا يجوز ان يضحي مثلا بغزالة ولا بظبي ولا ببقر وحش ولا بجمل وحشي، فهمت؟ لازم يكون جمل انسي او بقر انسي اهلي يعني، او غنم انسي يعني مستأنس. انسي يعني ايه؟ يعني مستأنس، يعيش مع الناس. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 76 بعد 105,000، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حا قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب ابن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اسم لعيد ايه؟ لعيد النحر. الأضحى اسم لعيد النحر الذي يكون بعد يوم عرفات. شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحية قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته. خلص صلاة العيد صلى الله عليه وسلم وبص، لا وهو مخلص صلاة العيد وماشي، لا أن كتير من إيه بيوت الأنصار دبحين وبيوزعوا، دليل أنهم دبحوا قبل الصلاة، فهم؟ قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى. يبقى اللي ذبح قبل صلاة العيد ليست أضحية، دي صدقة، تبقى صدقة يسموها شات لحم، لكن اللي عايز ياخد ثواب الأضحية لازم بعد صلاة العيد. وفي قول عند الأحناف يدخل وقت الأضحية بعد الفجر، ولكن العمل على خلافه. واضح؟ وقت الأضحية يدخل عند الشافعية امتى؟ بعد طلوع الشمس بقدر صلاة العيد، وهي ركعتين وخطبتين قصيرتين. يعني افرض هو قاعد في حتة ما بيصلوش فيها صلاة عيد، فهمت؟ في صحراء مثلا، عليه يصلي فجر النحر وينتظر لما تطلع الشمس، ويقعد مثلا بتاع نص ساعة بعد طلوع الشمس كده علشان قدر صلاة العيد بعدين يذبح. واضح؟ المالكية عندهم لا يدخل وقتها إلا بعد ذبح الإمام، إمام المسلمين يعني. يعني الإمام المسلمين يصلي العيد على مذهب المالكية، وينزل بعد ما يخلص صلاة يذبح، أول ما يذبح الإمام يدخل وقت ذبحها للرعية. فإن ذبحوا قبل ذبح الإمام لا تجوز عندهم أضحية. عند مين؟ عند المالكية. والوقت المسلمين ما بقاش ليهم إمام، ولو ليهم إمام ما بيذبحش. فيبقى يمشوا بقى إيه؟ يمشوا على مذهب الشافعية. فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي يعني العيد فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان
قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي. أنت تقرأ هنا سمع يا طول مكتوبة سمع، لكن لما تقرأ تقول أنه سمع في القراءة، تقول أنه سمع في القراءة، وفي الكتابة تكتب سمع من غير أنه، زي برضو تبقى حدثنا وتقول أنت قبلها قال حدثنا عند القراءة، لكن في الكتابة تقول حدثنا. فتأخذ بالك من أدب قراءة كتب الأسانيد. عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي قال شهدت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله. يعد مكانها وجوبا إن كانت أضحية واجبة، ويعد مكانها استحبابا إن كانت أضحية سنة. ومتى تكون الأضحية واجبة؟ تكون واجبة على الموسر عند الأحناف الذي ملك نصابا، أو الموسر عند محمد بن الحسن وكذا قول عند المالكية تكون واجبة، أو تكون واجبة عند الشافعية إذا كانت منذورة. إذا كانت أضحية منذورة صارت واجبة، يعني نذر أضحية لله، فهمت؟ صارت هذه الأضحية منذورة، فإن ذبحها قبل صلاة العيد وجب عليه يعيد ذبح واحدة أخرى بعدها. يبقى فليعد هنا الأمر للوجوب إن كانت الأضحية واجبة، والأمر للاستحباب إن كانت الأضحية سنة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. الجذعة من المعز دي ايه؟ اللي استكمل سنة، استكمل سنة ولم يدخل في الثانية، سموها جذعة معز. واحنا عندنا سن الأضحية من جنس المعز لابد ان تكون ثنية معز، سنتين ثنية معز. يبقى النبي اجاز له دون غيره، ويسموها حادثة حال لأبو بردة ابن نيار، أبو بردة ابن نيار الأنصار. قال له إيه؟ قال له ضحي بها يعني بجزعة المعز، وهذه لا تصلح لغيرك، ولا تصلح لغيرك، تبقى حادثة حال، والنبي له أن يخص من شاء من أمته بما شاء من الأحكام، لأن له التصريف في التشريع صلى الله عليه وسلم. فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك، ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار، أبا بردة ابن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يوم يوم اللحم، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا، فقال يا رسول الله إن عندي عناق، العناق اللي هي برضو الجزعة، بس العناق بقى هنا
تكون اصغر كمان من الجذع. العناق انثى من ولد المعز اتى عليها 4 اشهر يسموها عناق. انثى من ولد المعز اتى عليها 4 اشهر يسموها عناق. ان عندي عناق لبن، يعني لسه مفطومه من الايه، من اللبن يعني، صغيره يعني. هي خير من شاتي لحم، لكنها سمينه اكثر من شاتي لحم. فقال هي خير نسيكتيك، ولا تجزي جدعه عن احد بعدك. ليه؟ لان الماعز اللي يجزئ فيه ثنيه ماعز، يعني سنتين. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن احد حتى يصلي. قال فقال خالي يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه، ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا وعن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي. فقال ذاك شيء عجلته لاهلك. فقال ان عندي شاة خير من شاتين. قال ضحي بها فانها خير نسيكة. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الايامي عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة. مسنة يعني عندها سنتين يعني. فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبية عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص حا قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثه. وعن ابي قال وحدثني احمد بن سعيد صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزي جزعة عن أحد بعدك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلم بن عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جزعة. قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن احد بعدك. وعن ابي قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد ولم يذكر الشك في قوله خير من مسنة. وعن ابي قال وحدثني يحيى بن ايوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس محمد بن سيرين ده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاه فليعد
فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه، حاجة يعني فقر من جيرانه، يعني جيرانه فقرة عشان كده هو استعجل ودبح عشان يأكلهم يعني. وذكر هنة من جيرانه يعني حاجة، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وعندي جدعة هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: فرخص له، فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها. ومن هنا الملكية قالوا إيه؟ إن يدخل وقت الأضحية بعد ذبح الإمام. فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها يعني اقتسموها. وعنه قال: حدثنا محمد بن عبيد الغباري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا، ثم ذكر بمثل حديث ابن علي. وعنه قال: وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال: حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال: فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا، قال: من كان ضحى فليعد. ثم ذكر بمثل حديثهما. باب سن الأضحية. وعنه به قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة اللي هي إيه؟ سنتين يعني. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الجذعة من الضأن اللي هي إيه؟ مر عليها 6 أشهر إلى سنة. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وده برضو دليل الملكية على أنه يكون بعد ذبح الإمام. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود. العتود هو برضو الجزعة، هو برضو العناق، هو برضو المعزة التي بلغت سنة ولم تدخل في الثانية. يبقى عتود وعناق وجذعة كلها بمعاني واحدة يعني لم تبلغ السن يعني السن المجزئة. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. قال قتيبة: على صحابته. يعني إيه؟ يقسمه على أصحابه. الثاني قال صحابته ما كان أصحابه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع. فقال: ضحي به. وعن أبي قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال: أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني بعجة ابن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معنى. ونقف على باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
اللهم يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.